النهارده خبر تاني بقى، هيبدأ فتح معبر رفح في الاتجاهين لغايه يوم الثلاث الجاي، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبور الحالات الانسانيه والعالقين والطلبه وادخال المساعدات الانسانيه لقطاع غزه، وده طبعا وفقا للاجراءات المتبعه بمناسبه معبر رفح. بقى خلال الايام اللي فاتت كان في وفد من حماس. الوفد ده كان بيزور القاهره وانتهت الزياره، والحركه اصدرت بيان أكدت فيه نجاح الزيارة ونجاح اللقاءات اللي تمت ما بين وفد حركة حماس وما بين المسؤولين في المخابرات العامة المصرية، وتناولت القضايا اللي فيها اهتمام مشترك في جو من المسؤولية والشفافية. وأكدت الحركة على تقديرها لدور مصر التاريخي تجاه قضايا الأمة والقضية الفلسطينية بشكل خاص، وأكدت كمان على عمق العلاقة ما بين الشعب الفلسطيني والشعب المصري اللي قدم التضحيات والشهداء في سبيل القضية الفلسطينية المقدسة. الحركة كمان أكدت حرصها على استقرار وأمن مصر وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وقالت كمان أن هي بترفض المساس بالأمن القومي المصري، وتعهدت بأن هي مش هتسمح بأي حال أن ينطلق من غزة أي حاجة تضر أمن مصر وشعبها. وأكدت كمان على واجبها تجاه حماية الحدود ما بين قطاع غزة ومصر واتخاذ كل الإجراءات اللازمة في سبيل ذلك. واحنا بنتمنى ان ده الحقيقة يحصل، يعني يحصل بشكل كبير كمان، ولكن مصر كانت وما زالت ولغاية الآن يعني بتضع القضية الفلسطينية على أولويات جهودها. معانا على التليفون الأستاذ أشرف أبو الهول، مدير تحرير الأهرام والمتخصص في الشأن الفلسطيني. أستاذ أشرف صباح الخير وأهلا بحضرتك يا فندم. صباح الخير، أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ أشرف. يعني إزاي حضرتك شايف هذا الكلام اللي حماس قالته بعد الزيارة بتاعت مصر وتعهداتها، هل دي تعهدات فعلا تثبت الجدية، ولا شايف حضرتك إيه بالظبط، تعليقك إيه؟ يعني أنا أولا بحب أكد أنه دايما بعد أي زيارة لحماس بيقول كلام مشابه، يعني هم دائما تكون زيارتهم لمصر إجبارية، بمعنى لما يكون في وفد من حماس بره قطاع غزة في قطر في أي حتة في الدنيا في تركيا وهو راجع لازم يعدي على مصر، وبالتالي بيكون في لقاءات مع الأجهزة الأمنية وليس مع السياسيين. ده أولا. ثانيا في حاجة مهمة في حماس، هو الجناح العسكري والجناح السياسي. حماس السياسية ربما كانت أكثر يعني لينا من مصر، وكانت يعني تريد أن تكون العلاقة أكثر إيجابية. الجناح السياسي احد ابرز من يمثله هو السيد اسماعيل هنيه رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس المكتب السياسي. يعني هو بالفعل انا تواصلت معهم يعني امس واول امس وخلال الايام القليله الماضيه، كانوا يتحدثون حديثا ايجابيا ويتحدثون عن اجواء ايجابيه وعن تحسن اكثر في العلاقه، وهذا شيء جيد. لكن ما لا نستطيع أن نضمنه هو رد فعل الجناح العسكري والأشخاص الأكثر تشددا في القيادة وتأثير من يمولوا الحركة. يعني أكثر معنى كده يا أستاذ أشرف، حضرتك بتتكلم عن انقسام داخل حماس نفسها، يعني وارد أن يكون في ناس معانا وناس مش معانا. يعني هو لا نستطيع ان نقول له ان نقول عليه انقسام انهم كانوا كلهم على موقف واحد ثم يعني انفصل البعض، لكن هذه هي طبيعه العلاقه داخل حماس وداخل كل التنظيمات في العالم اللي لها جناح عسكري وجناح سياسي. دائما الجناح العسكري بيكون اكثر تشدد، خاصه اذا كان جناح عسكري قوي، جناح عسكري يستطيع ان يكون هو صاحب القرار وليس الجناح السياسي. أنا بشكرك أستاذ أشرف أبو الهول، شكرا جزيلا على مداخلة حضرتك معنا. طبعا بننتظر من حماس العودة إلى الصواب و